رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة حلول شهر رمضان. عضو مجلس القيادة البحسني يطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى غيل بوزير. محافظ حضرموت يبحث إجراءات الإفراج عن المحكومين في قضايا غير جسيمة بمناسبة الشهر الكريم. من مبنى تلفزيون حضرموت بمدينة المكلا نقدم لكم نشرة إخبارية نبدأها مع تلقي فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وجاء في البرقية: يشرفني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أعبر لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على فخامتكم بالصحة والسعادة، وعلى الشعب اليمني الكريم بالخير والرفاهية، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى في مستشفى غيل بوزير، وأطاف البحسني بإدارات المستشفى وأقسامها مستمعا من المدير العام لمديرية غيل بوزير سالم العطيشي ومدير المستشفى الدكتور فائز بازار إلى شرح حول مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وأبرز الاحتياجات التي تواجه سير عمل المستشفى. وأكد البحسني اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالقطاع الصحي لأهميته في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، موجها إدارة المستشفى برفع تصور بالاحتياجات لتوفيرها. كما تعرف على الأوضاع الصحية للمرضى بالمستشفى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي على ضرورة تسريع عملية مراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين وإنجاز فتاوى الاستحقاق للدرجات الوظيفية. وخلال لقائه وزير الخدمة والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي، ناقش المحرمي آلية وزارة الخدمة المدنية لحصر الجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين وآلية الإحلال والتوظيف، كما تعرف على سير العمل في وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة لها، مؤكدا استعداد مجلس القيادة الرئاسي تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل الوزارة. أثنى رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك على أداء السلطة المحلية بمحافظة المهرة وتبذله من جهود لتحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية وفق الإمكانات المتاحة. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع خدمة المواطن هدفا أساسيا وترجمته في خطوات عملية، كما نقل تهانيه للسلطة المحلية ولكل أبناء المهرة بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده على جميع أبناء الشعب اليمني بالخير والبركات. بدوره قدم محافظ المهرة التهاني لدولة رئيس الوزراء بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقديره نيابة عن جميع أبناء المحافظة لاهتمامه وحرصه على متابعة أوضاع المواطنين ودعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة من أجل الإيفاء بالتزاماتها. اطلع وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبح ومعه ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور أرتوا بيسجيان على نتائج عمل الفريق المشترك للصحة والمنظمة لتحديث المخاطر القطرية وتعريفها. الوزير بحيبح تعرف على نتائج الورشة المكرسة لتطوير خطة طوارئ متعددة المخاطر وتقييم القدرات الحالية لدعم الاستعداد والاستجابة ذات الأولوية، مشيرا في الوقت ذاته للنتائج الإيجابية للجهد المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. من جانبه عبر ممثل منظمة الصحة لدى بلادنا عن ضرورة تعزيز هذه الشراكة وترجمتها إلى أفعال ميدانية ترتقي بنوعية الخدمات المقدمة.
ناقش لقاء عقد بالمكلا برئاسة محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي خطط التأهيل والتطوير بمؤسسة موانئ البحر العربي. استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس سالم بسمير دراسات تطوير الجانب الملاحي بميناء المكلا ضمن رؤية التطوير وتنفيذ مشاريع داخل الميناء ومنها حاجز الأمواج وإعادة تأهيل الطريق العام إلى داخل الميناء. بحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي إجراءات الإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها من المحكومين في قضايا غير جسيمة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وناقش المحافظ مع رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي صالح السعدي والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي ترتيبات النزول إلى الإصلاحيات المركزية في المحافظة لبحث إجراءات معالجة أوضاع المعسرين والسجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة والسجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم وباقين على ذمة الحقوق الخاصة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الدكتور رشاد العليمي وتعميم معالي النائب العام بهذا الشأن. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد با صريحة صرف العلاجات التكميلية والكيميائية لمرضى السرطان في مركز علاج الأورام بساحل ووادي حضرموت بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، ويستفيد من منحة العلاجية 3000 من المرضى السرطان في محافظة حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرة وجميع المرضى الوافدين إلى المركزين وتقدم مجانا للمرضى. التقى سفراء دول ترويكا المجموعة العربية في نيويورك برئاسة بلادنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لمناقشة الأوضاع المتدهورة في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم والجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وفي اللقاء عبر مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجموعة العربية لشهر مارس السفير عبد الله السعدي عن شكر المجموعة لجهود الأمين العام وموقفه المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع ووقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. كما اطلع سفراء الترويكا التي تضم إلى جانب بلادنا تونس والإمارات وبمشاركة فلسطين ومصر ومكتب الجامعة العربية في نيويورك أطلعوا الأمين العام على التحركات التي تقوم بها المجموعة العربية في مجلس الأمن والجمعية العامة من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة استمرار جهوده من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام. لطالما تنوعت الأهازيج والأغاني المرحبة بقدوم شهر رمضان المبارك على مستوى الوطن العربي، من بينها أغنية رمضان جانا وفرحنا به التي توشك أن تكون إعلانا رسميا لقدوم الشهر الفضيل لدى مستمعي الراديو ومتابعي التلفاز. وفي هذا التقرير نتعرف معا عن حكاية هذه الأغنية الخالدة في الوجدان العربي، نتابع. أهلا رمضان كان أهلا أقول معانا منذ أن غناها المطرب المصري الراحل محمد عبد المطلب قبل 80 عاما حتى أصبحت الأغنية هي أيقونة استقبال شهر رمضان المبارك، فهي واحدة من أشهر الأغنيات العالقة في أذهان وجدان المصريين والعرب. الأغنية التي كتبها المؤلف حسين طنطاوي ولحنها الموسيقار محمود الشريف لم يكن محمد عبد المطلب هو الذي سيغنيها في البداية، لكن الصدفة قادته لغناء هذه الأغنية التي عاشت ونجحت أكثر من أي أغنية أخرى. فبعد خلاف وقع بين هيئة الإذاعة المصرية والفنان أحمد عبد القادر بسبب أنه قام بغناء أغنية مشابهة لنفس الموضوع وهو ما كان يتنافى مع شروط الإذاعة آنذاك، فتنازل عنها لصالح المطرب عبد المطلب وذلك مقابل 6 جنيهات في ذلك الوقت. فوافق الأخير الذي كان في حاجة لهذا المبلغ بسبب مروره بضائقة مالية، واستمر تسجيل الأغنية أسبوعا بمعهد الموسيقى العربية وصارت عنوانا لمجيء رمضان. بتغيب علينا
وتهجرنا وقلوبنا معاك. وعلق الراحل عبد المطلب على نجاح الأغنية قائلا: لو أنني أخذت جنيها واحدا على كل مرة تداعى فيها هذه الأغنية لأصبحت مليونيرا. غيب الموت محمد عبد المطلب عام 1980 تاركا وراءه رصيدا فنيا يزيد عن 500 عمل فني، لكن تظل أغنية رمضان جالا لأهمية خاصة بين أعمال عبد المطلب، إذ يعتبر سماعها في الراديو والتلفزيون بالنسبة لكثيرين هو الإعلام الرسمي عن قدوم شهر رمضان. من على أنغام رمضان جانا إلى حالة الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى مائلة للبرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع تشكلات من السحب الرعدية على رؤوس الأودية ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. الآن مع حالة الطقس. ختام هذه الأخبار تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة حلول شهر رمضان. عضو مجلس القيادة البحسني يطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى غيل باوزير. محافظ حضرموت يبحث إجراءات الإفراج عن المحكومين في قضايا غير جسيمة بمناسبة الشهر الكريم. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الخاصة بتلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.